الخرقة الشريفة في إسطنبول تفتح أبوابها أمام الزوار في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بعد إغلاق لسنتين متتاليتين. للحديث أكثر عن أهمية الخرقة الشريفة من ناحية السياحة الدينية ينضم إلي عبر الاتصال مدير الخدمات السياحية في الشركة الليبية الدولية من إسطنبول الأستاذ أحمد المشهور. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ ومتابعينا الكرام. رمضان مبارك عليك أستاذ. رمضان مبارك عليك أستاذ أحمد. أستاذ بداية يعني الخرقة الشريفة هل لها رمز ديني معين أو شيء مميز عن باقي الأماكن الدينية في إسطنبول؟ نعلم أن الكثير من الأماكن التي يزورها الناس كسياحة دينية في إسطنبول، ولكن هل للخرقة الشريفة مكان مميز في ظل شهر رمضان وافتتاحها في هذه الأيام، علما أنه اليوم هو اليوم الأول لافتتاح الخرقة؟ نعم استاذي. هلا ما فينا ننكر انه اسطنبول بالذات او تركيا بشكل كامل فيها المساجد ما شاء الله والسياحه الدينيه منتشره بشكل كثير كبير. طبعا حضارتها وقدمها هذا بيدل على هذا الشيء. بس في موضوع الخرقه الشريفه بالذات، يعني الخرقه الشريفه لانه بتفتح باوقات معينه بالسنه، بتفتح بس بشتد اوقات لوقفه عرفه. هلا شو هي الخرقه الشريفه؟ الخرقه الشريفه هي كلمه خرقه بالتركي هي برده صلى الله عليه وسلم، اللي هي عباية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي يقال انه السلطان عبد الحميد الاول اللي جابه معه وقت رحلته من المشرق جابه معه وانحطت في المسجد مفتوح بالمناسبه طول السنه. هو المسجد بنفس الاسم، بنفس اسم المتحف، او هي ضمن المسجد ليست بمتحف، صحيح؟ نعم لا هي ضمن المسجد، ضمن المسجد. نعم. يفتح باوقات الصلاه. نعم. يفتح بأوقات الصلاة، ولكن الجنب أو المكان اللي محطوطة فيه عباية الرسول صلى الله عليه وسلم بتفتح بس بشهر رمضان، شهر واحد. هلأ حسب الإقبال والتكون عالم تجي من كل دول العالم ومن تركيا من الداخل والخارج يجوا بس مشان يشوفوا العباية الرسول صلى الله عليه وسلم، فعم بتكون تفتح بشهر رمضان وأوقات تمتد ليوم وقفة عربة، وقفة عرفة عفوا، وأيام لا يكتفوا بس فيها بشهر رمضان كم. يعني هناك أناس تقصد إسطنبول من أجل الخرقة الشريفة فقط في شهر رمضان، يعني يأتي قاصد فقط للخرقة الشريفة لرؤية البردة، بردة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم العودة إلى ولايته، ممكن أن يكون من خارج تركيا حتى؟ نعم عم بتكون من داخل تركيا ومن خارج تركيا. هلأ في ناس جاية بقصد مباشر بس زيارة الخرقة الشريفة وأعدادهم كتير كبيرة، وفي ناس لا جاية بقصد زيارة تركيا وزيارة الأضرحة الدينية بالمقامات، الأماكن، المساجد بشكل عام، ومن ضمن مخصصين بهاي الفترة من الناس أكيد راح يكون هدفه الأساسي زيارة الخرقة الشريفة. طيب أستاذ، يعني اليوم افتتحت أو فتحت الخرقة الشريفة أبوابها أمام الزائرين، هل هناك وقت محدد للزيارة مفتوحة 24 ساعة؟ متى تنتهي الزيارة وفي أي يوم سينتهي أو ستغلق إلى شهر رمضان القادم في السنة القادمة؟ لا هي راح يومياً عم تفتح الزيارات من الساعة 10 تقريباً للساعة ممكن تكون الساعة 5 تمام؟ يومياً، بس يوم الآخر يوم العطلة عم تفتح من الساعة 9 ممكن للست، اللي هو يوم الأحد فقط. سبت والأحد. سبت وأحد. سبت وأحد. تمام. بالنسبة لي أستاذ، يعني السياحة بشكل عام بإسطنبول كسياحة دينية، هل إسطنبول هي واجهة دينية؟ يعني بالحديث عن الخرقة الشريفة واستقطابها للناس الزائرين أو المهتمين بالسياحة الدينية، هل إسطنبول هي واجهة أو وجهة للناس المهتمين بالسياحة الدينية في العالم؟ طبعا هلأ إسطنبول، هلأ مو بس إسطنبول بشكل أساسي، إحنا خلينا نحكي بتركيا بشكل عام، لأنه يعني السائح اللي جاي من برا، اللي جاي من داخل تركيا ممكن يقصد بس إسطنبول، بس اللي جاي من برا تركيا عم يقصد إسطنبول وبراء إسطنبول، يعني الأماكن والأضرحة والمقدسة يعني والمعتقدات اللي تكون موجودة هون. مثلا عندك بلش من طوفان سيدنا نوح اللي يتوقع انه سفينته رست باخر شيء بالمنطقه الانظار، لاصحاب الكهف
يكون وجود هون اللي مهد سيدنا إبراهيم اللي يقولوا المكان اللي ألقي فيه بالنار كمان موجود بأوروبا. يعني كل هدول جعلت من يعني منطقة مرتع ديني، يعني عم تيجي للعالم كتير بإقبال، عم تشوف يا هيك حضارة قديمة يعني وأماكن تاريخية دينية، فهي جعلت منها كتير شيلك من الدولة من السلاجقة ومن العثمانية من الرومانية من اللي قبل. يعني هدول خلينا بس نحكي على هدول إنها تجعل من تركيا مركز متقدم كتير بموضوع السياحة الدينية. طيب نعم. هلا بإسطنبول بالفترة الأخيرة خصوصا مع افتتاح أحمد آيو صوفيا والأكبر اللي صار عليه وشفته وشافه الإعلام كلياته، تمام. طبعا مسجد آيو صوفيا هو مقصد للمسيحيين وللمسلمين مناسبة، يعني بالاثنين عم يقصدوه بكمية كتير كبيرة. هدول إلهم فيه حضارة وهدول إلهم فيهم حضارة بالآخر، يعني ما في شيء ما فينا ننكره. طيب أستاذ أحمد، هل هناك تنظيم لعملية زيارة السياح في داخل آيا صوفيا؟ آيا صوفيا أصبح يعني معلم مشهور في جميع أنحاء العالم بعد آخر بلبلة حصلت من تحويله من متحف لمسجد. هناك تنظيم؟ هل هناك ضوابط معينة للزيارة أم هو مفتوح لكافة الناس بدون خلينا نقول ضوابط أمنية، فقط زائرين ممكن زيارة للمسجد والخروج من المسجد بشكل طبيعي؟ طبعا هلا اماكن كل اللي زار مسجد آيا صوفيا عم بيشوف انه في اماكن للدخول وفي اماكن للخروج وفي تنظيم وفي تفتيش وفي حراسه امنيه. شغله عم بتصير انه عم بيكون مثلا يوم صلاه الجمعه مثلا، هلا اللي داخلين للتصوير داخلين سياحه غير اللي داخلين من اجل الصلاه، يعني ممكن يكون نفسه وممكن يكون غيره من ديانات ثانيه. فوقت عم بتكون في صلاه وبالذات صلاه الجمعه والازدحام، وهي الدولة ما عم تسمح بهالازدحام الكبير، يعني اللي جايين السياحة عم بتخليهم ليخلصوا المصلين ويطلعوا المصلين مثلا من صلاة يوم الجمعة، عم تخليهم يدخلوا خوفا من تزاحم، من انه حدا بيشوش على الثاني، بتكون روحانية كاملة للصلاة، يعني عم تنطي هذا الطابع بالصلاة. صحيح. أستاذ أحمد، سؤالي الأخير، هل السياحة الدينية بالنسبة لمجمل السياحة في تركيا سواء كانت سياحة علاجية أو سياحة لقضاء عطلة بمنتزه أو بمنتجع أو بمكان سياحي، هل السياحة الدينية دور وحجم مهم بالسياحة ككل في تركيا؟ تركيا؟ طبعاً. هلا السياحة الدينية نقلت لك تركيا لها تاريخ ديني وكتير عريق، والأماكن والأضرحة، يعني في ناس جاية من تانية، يعني مثلاً عندك ضريح جلال الدين اللي عم بيزوروا، يعني شيء كثير كبير، اللي عندك بيت مريم العذراء، عندك السلطان ايوب، في عندك مسجد الايا صوفيا، عندك معبد ديكولوس، مقام ومراقد بعض الانبياء بديار بكر، يعني مناطق كثيره كثيره كبيره. فعم تجعل منها السياحه التركيه اللي عم يجي سياحه عم يحط بباله اكثر من هدف، يعني اللي جاي سياحه علاجيه جاي يقول لك انا تركيا حلوه وفيها، فتلاقيه بيعمل كل شيء بطريقه غير موضوع العلاج. سياحة دينية كمان، فهذا جاي قصد يشوف تركيا، يشوف مناطق، يشوف الأضرحة، يشوف المقامات، يشوف الأماكن الدينية، يشوف الكنائس، يشوف المساجد، يعني عم يكون كتير إقبال فيها. يعني عندك واحدة منها مثلا بيت مريم العذراء اللي يعني اللي بقيت فيه مع عم بيكون من فقرات الحج، أو يعني أو من ممكن يعملوا له حج للمسيحية في أوقات معينة. نعم، يعني كمان هذا ما في تركيا. تركيا أستاذ أحمد بشكل عام، يعني على حسب فهمي لتركيا بأنه السياحة فيها متنوعة وأجمل من باقي السياحة بباقي الدول، ممكن تلاقي مثلا شواطئ جميلة أو منتجعات جميلة أو ممكن مولات جميلة ببلد رايح تزوره كسياحة، ولكن هذا التنوع الكبير ما بين السياحة الدينية الإسلامية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو حتى سياحة علاجية بالطب بسياحة ممكن تجميلية حتى، فالتنوع الكبير بهالسياحة هو الفيصل بسياحة تركيا واستمرارها بالذهاب للمراتب الأولى بالسياحة بين الدول. ضيف الأستاذ أحمد المشهور مدير الخدمات السياحية في الشركة الليبية الدولية من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة ورمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام. شكرا لك أستاذ أحمد.